ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد الخطر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا رائد. بداية، لاحظنا حالة من التراجع في مؤشر الدولار مع التزامن وبالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية. إذا ما تحدثنا عن استمرار حالة التراجع خلال لتعاملات الدولار خلال هذا الأسبوع. صحيح، يعني الدولار الأمريكي كان قد تداول بانخفاض بعض الشيء أمام نظرائه في مطلع تعاملات الأسبوع، وطبعا ذلك مرده أنه كان في عندنا يعني نوع من البيانات التضخم التي صدرت مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أنه لا يزال التضخم نوعا ما عند أعلى مستوياته أو قريب من أعلى مستوياته، وجاءت أعلى من التوقعات بشكل طفيف، ولكنها تشير إلى أنه التضخم هو دون القمة، يعني بالتالي لا يوجد قراءات أعلى تاريخيا، وبالتالي ذلك أعطى نوع من الارتياح في الأسواق. كان في عندنا طلب واضح في أسواق الأسهم، وفي بنفس الوقت نحن عندنا يعني إعلانات أرباح الشركات التي بدأت من يوم الجمعة بمجموعة من البنوك. إجمالا الدولار الأمريكي هو في حالة ترقب وانتظار، مثل ما تفضلت أنت بالنشرة، هو ينتظر قرار الفيدرال الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة. احتمالية الرفع ب 75 نقطة أساس أصبحت قريبة من 100% أنه يكون هذا الرفع. طبعا نقطة مهمة جدا أنه الاقتصاد الأمريكي حتى الآن ببياناته الجزئية التي تصدر تظهر قوة في جميع المفاصل، سواء كان في سوق العمل، سواء كان في المبيعات التجزئة، وكذلك الأمر في الإنتاج الصناعي. كل القراءات التي شاهدنا أنه الأداء إيجابي، بعيدة عن الريسيشن، بعيدة عن الركود، وبالتالي ذلك ينعكس نوعا ما على أريحية الفيدرالي في عملية تشديد السياسة النقدية. نعم، يعني رائد كما أكدت أن يعني تعزيز لقرار الفيدرالي الأمريكي في اتجاهاته المستقبلية نحو أسعار الفائدة، لكن هذه التوقعات تؤثر على باقي العملات. نبدأها باليورو، إذا ضغوط كبيرة من الارتفاعات الحاصلة في مؤشر الدولار، وأيضا في يعني نوعا ما تأخر المركزي الأوروبي باتخاذ هذه القرارات. يفصل أسبوع واحد بين يعني اجتماع المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي. ما هي التوقعات لليورو؟ هل فعلا سيصل إلى مستويات 95 سنتا في ظل هذه الظروف الموجودة في الأسواق؟ والله حقيقة كمان نحن عم ننتظر من المركز الأوروبي أنه تدخلات بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، ممكن أنه يحافظ على الفائدة على الودائع بانخفاض أو في المنطقة السلبية، ولكن سوف يكون هناك يعني توجه نحو رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس، ممكن أيضا من قبل المركز الأوروبي. ذلك غير كافي في الوقت الراهن نتيجة أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا، نتيجة أيضا التوترات الجيوسياسية فيها، ذلك يضع ضغط وعبء كبير على اليورو. الدولار الأمريكي ممهد الطريق أمامه لعملية ارتفاعات أكثر بكثير بالمقارنة مع اليورو، بالتالي يعني مستويات 95 سنت لليورو أمام الدولار الأمريكي واردة جدا أنه نصل إليها في الفترة القادمة، خصوصا أنه إذا كان قرار الفيدرالي القادم أيضا رفع أسعار الفائدة ممكن يفاجئنا ب 100 نقطة أساس. نعم، يعني وأيضا من التدخلات التي شاهدناها من بنك إنجلترا لإنقاذ نوعا ما الجنيه الاسترليني، هل فعلا هذه القرارات وعمليات شراء السندات يعني ستترك الجنيه الاسترليني في حالة من الصعود أم ستبقى عند ذات المستويات بتوقعاتك؟ على آخر التصريحات التي صدرت أنه أيضا سوف يؤجل عملية بيع السندات التي يمتلكها، يعني بالتالي تشديد السياسة النقدية يعني يؤخره بعض الشيء المركزي البريطاني، وذلك فيه إشارة إلى أنه نترقب أيضا كمان نحن من الجوفرمنت أو من الحكومة ليز تريس أنه تقوم بطرح جديد لخططها المالية. في الوقت الراهن أعتقد عملية شراء السندات كانت عملية طارئة انتهت بيوم الجمعة لثلاث أيام متتالية من قبل المركزي البريطاني، وكان الهدف منها إنقاذ سوق السندات. أعتقد لن يقوم البنك المركزي البريطاني بأي تدخلات ما لم يكن هناك مفاجأة جديدة من الخطة المالية من الحكومة البريطانية. نعم، يعني وعلى الجهة المقابلة تماما بالتجديد النقدي، التيسير الكامل الذي يتبعه البنك المركزي الياباني نراه يؤثر بشكل كبير على أداء الين الياباني وأدنى المستويات تقريبا منذ 32 عاما، هل فعلا سيستمر المركزي الياباني في ظل هذه الظروف الموجودة والمؤثرة على الين الياباني؟
الوضع حساس جدا فيما يتعلق بالين الياباني. من المتوقع إذا ما استمرت الشروط الحالية أنه يوصل لمستويات 150، ولكن البنك المركزي الياباني سبق وتدخل ويصرح حتى الآن بإمكانية التدخل بشكل مفاجئ لدعم استقرار الين الياباني ومنعه من الانخفاض بشكل حاد. بالتالي يعني إمكانية التدخل أو الانترفنشنز هي التدخلات من البنوك المركزية تخلق نوع من التوتر والتذبذب واسع النطاق على الين. بالتالي قبل هالمرة شفنا الين ينخفض 400 نقطة بشكل سريع أمام الدولار الأمريكي عندما تدخل البنك الياباني المركزي. ممكن جدا إذا اقتربنا من 48 لل 49 148 إلى 149 نرى تدخلات جديدة من البنك المركزي الياباني. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد الخضر كنت معنا من دبي، شكرا لك على كل هذه المعلومات.